اي قال ضفير ضفير ها ضفير ضفير اجي السي اجي الحاج إذن مشاهدينا الأوفياء ومشاهدي كاترون سيس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء، بالضبط بأكبر سوق لبيع القطاني في هذه اللحظات. حجز كمية من القطاني اللي مخلطة، يعني قطاني عدس كيدير ديال المغرب وكاين تحتها ديال كندا. في هذه اللحظات كيتخلط ديال كندا مع ديال المغرب وكيبيعوا بثمن ديال المغرب الكيلو، يعني كيف عرفنا ولا 22 درهم. كيتم اختلاط ديال هذا العدس مع العدس المغربي باش يتباع بثمن باهت طالع الثمن 22 درهم. كيف كنعرفوا العدس ديال كندا، كيف كنعرفوا العدس ديال كندا داير 12 درهم ونص او 12 درهم بالضبط. في هذه اللحظات يتم غادي يخلطوا يعني كيقوموا بعملية التخليط ديال الكريزين مع واحد المادة أخرى باش داك العدس ديال كان باش داك العدس اللي تخلط يتم يعني يتم الحذف ديالو نهائيا، ما يبقاش يدور. كيف وصلت واحد الشاحنه دابا غادي يتم الشحن ديال هذه الشاحنه هذه. كتشاهدوا معنا مشاهدينا عمليه ديال تخليط هذا البرودوي مع الكريزيل اللي غادي يخلطوا هذه الماده هذه ويتم اتلاف ديال هذه الكميه هذه اللي هي مخلطه. هنا نقلنا لكم هذا البث المباشر مباشرة من أكبر سوق لبيع القطاني بمدينة الدار البيضاء. يعني كيف تشاهدوا معنا رجال السلطات داروا التحرية ديالهم فور تلقيهم بهذا الخبر هذا ديال هذا العدس هذا ديال المغرب اللي مخلط مع كندا. كيف كنعرفوا اختلاف الأثمنة، يعني العدس ديال كندا داير 12 درهم والعدس ديال المغرب كيتباع ب 22 درهم، يعني تم الاختلاط ديالهم مع العدس ديال المغرب باش يتباع. كتشاهدوا معنا هذه مواد اللي غادي يتم الاتلاف ديال هذاك العدس عبر هذه المواد هذه غيتخوى على ذاك العدس باش يتم الاتلاف ديالو. غتوصل شاحنه من اجل التحميل. في هذه اللحظات وصلت الشاحنه، يعني في هذه اللحظات الشاحنه وصلت باش يتم تحميل هذا العدس هذا في هذه الشاحنه هذه ويتم الاتلاف ديالو. هذو لي برودوي خلطوهم في هذه اللحظه. كتشاهدوا معنا هذه الشاحنة والصنفار أمني هنا يا رجال الأمن كل شيء تواجد. هذه الشاحنة اللي غيتم الإتلاف ديال العدس اللي مخلط العدس ديال كندا مع العدس ديال المغرب. كتشاهدوا معنا رجال السلطة حاضرين، رجال الأمن حاضرين، وكذلك رجال السلطة والناس ديال العمالة بدورهم حتى هما حاضرين للوقوف على هذه العملية الإتلاف. يعني استعنوا بشاحنه للنظافه من اجل اتلاف هذا العدس اللي هو مخلط. يعني كيف كنقولوا الناس كتغش، لا حول ولا قوه الا بالله. عدس ديال كندا داير 12 درهم كتخلطوا مع العدس ديال المغرب وكتبيعوا بالثمن ديال المغرب، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا المواطن هو اللي مضرور، المواطن كياخذ الحاجه كيتقدى العدس حتى كياكلو ما عندوش ما عارفش. ولكن في الحقيقه الامر بان كاين اختلاف، يعني العدس ديال كندا راه معروف كيتباع بثمن والعدس ديال المغرب حتى هو معروف كيتباع بثمن. اذا جات الشرطه الاداريه حضروا على هذه العمليه، الناس ديال العماله كل شيء حاضر، رجال الامن بدورهم حاضرين. كنعرفوا المصدر ديالها لان كما كتعرف في علم الوراثه النباتيه، فمثل يعني هاد القطاني فهي كتكون غاليه شويه سيرتو اللي كتكون اصليه. فهاد الناس كيخلطوا مع هاد المصدر اللي مجهوله المصدر، ما كاين اللي ما كنعرفوش النوعيه ديالو، ما كنعرفوش يعني الاشكال اللي مطرح فيها. كيتم الحجز ديالو، كيتم التوجيه يعني بشكل مصداري، كيتم التوجيه من جانب الامر الى اقرب نقطه من اجل الاتلاف.
الامكاني هذه اللحظات سيتم اتلاف هذه الكميه هذه من العدس. اذا مشاهدي كاترون سيس نقول لكم هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء، حجز كميه من العسد عفوا العدس مخلطه بكميه من العدس ديال كندا. يعني هذا السيد هذا اللي عنده هذا المحل هذا لقاو عنده العدس مخلط ديال كندا مع ديال المغرب وكيبيعوه بثمن مرتفع بثمن المغرب العدس المغربي. وكيف كنعرفوا بان العدس ديال كندا الثمن ديالو قليل. عندك اش السلعة المحجوزة ان شاء الله تتم بامان ان شاء الله. يعني شحال تقريبا شحال فيها؟ العملية الوقت ديال الاتلاف ديالها الكمية ديال 2000 كيلو جوج طن كيفاش كيتم التلاعب هذا تخلط العدس ديال كندا مع ديال المغرب وتبيعو الثمن ديال المغرب؟ الله يهدي بلادي الناس المواطنين تكيضا تو على قد الحال واش الناس كيفكروا؟ الله يهدي بلادي الله يهدي بلادي باش نقولوا الله يهدي بلادي الله يهدي بلادي. اكيد استاذ العملية شنو شارك فيها استاذ؟ العملية شنو شارك فيها تقريبا؟ شاركت في جميع السلطات، كاين السلطات المحلية بجميع الأصناف ديالها، كاين اللونصا، كاين سعادة القيد، كاين البوليس اللي كيتشخص فيها الأستاذ اللي حاضر معنا، والعمالة، والناس ديال الجماعة تما حاضرين، كل شيء حاضر. شكرا لكم. مرحبا مرحبا سي مرحبا. إذا مشاهدينا الأوفياء ومشاهدي كاترونسيس كيف شاهدتوا معنا هذا التصريح الأمين ديال السوق؟ يعني صرح لنا كيفاش غتتم هذه العمليه وشنو اللي واقع. كما كتشاهدوا مشاهدينا لحظه مباشره العدد هذه هي الكميه. هنا كيبان لكم حتى اللون 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 حتى هو ما كيشبهش اللون الاخر. هنا كيبان لكم اللون كاين مغلوق ولون اخر مفتوح. غادي نحاولوا نشوفوا لامين مع فوق فينا هو يعني هنا اختلاف حتى في اللون ديال هذا العدس هذا كتشاهدوا معنا كتشاهدوا معنا هنا كاين اختلاف زيد شويه هنا زيد اختلاف حتى في اللون ديالو كيبان لكم بان العدس بانه مخلط. مشاهدي كاترونسيس يعني كتشاهدوا الان يتم اتلاف هذه الكميه هذه عبر واحد الشاحنه. يعني حتى الناس ديال المنصة حتى هما حاضرين متابعينا الكرام. يعني هما النظافة كيقوموا بتعبئة هاد الشاحنة غيقوموا بتعبئة هاد الشاحنة بهاد العدس الفاسد اللي هو كيف كنقولوا راه فاسد. يعني شوفوا معنا نحاولوا نقربوا الصوت شوفوا اختلاف ديال اللون ديال العدس. يعني العدس ديال كندا مخلط مع العدس ديال المغرب. هادشي وقع بمدينة الدار البيضاء أكبر سوق لبيع القطاني بدرب السلطان كراج علال. تشاهدوا معنا رمال النظافة كيعب يحاولوا هاد الحناشيات ديال هاد العدس هذا يديوهم يحطوهم في الأرض باش يخوي عليهم واحد المادة باش ما يتعاودش يستعمل هاد العدس هذا. حلو.
تشهدوا معنا مشاهدينا ديال عملية إتلاف هذه العدسة هذا ديال مادة اللي غيخو فوق منه. يعني صراحة طماع واش كيدير، يعني الطماع الإنسان اللي طماع هو هذا بغى يربح حتى ما، يعني العدس ديال كندا كنعرفو داير 12 درهم أو 12 درهم و50، والعدس ديال المغرب مرتفع الثمن اللي هو 22 درهم، يعني كيخلطوا باش يستافد كيبيعوا على أساس بأنه عدس ديال المغرب. إذن مشاهدينا الكرام، لا زالت العملية مستمرة من أجل إتلاف هذا العسد، هذا العدس هذا اللي هو مختلط فيه عدس ديال كندا وديال المغرب اللي مخلط مولع على أساس باش يبيعوا بأنه عدس متباع ب 22 درهم. ممثلي السلطات المختصة وحاضرين كذلك الناس ديال لونسا حتى هما بدورهم حاضرين كتشاهدوا معنا المشاهدين. شوف العملية ديال إتلاف هنا بمدينة الرضا وعملية الغش وبيعها في الدار البيضاء لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا الغش في هاد المواد هادي كيف تعرفوا، يعني العدس الناس كتمشي تقدا بعض المرات كتاخذ العدس بانه ولا فرق كتقول راه عدس عدس، ولكن هو كاين العدس ديال كندا وديال المغرب. هاد السيد هذا هنا في اكبر سوق لبيع القطاني بمدينه الدار البيضاء كيخلط العدس ديال كندا مع العدس ديال المغرب وكيبيعوا بثمن على انه عدس المغرب. تردوا الماكينه تسمع يعني الكميه اللي تم الحجز ديالها في هذه اللحظات هي جوج طن ديال العدس، يعني جوج طن ديال العدس الفاسد اللي كان كيتخلط بين عدس كندا والمغرب، يعني كيخلطوا وكيبيعوا على اساس بانه عدس ديال المغرب ثمن مرتفع
يعني هنا كتشوفوا ارتفاع ديال الاسعار ديال العدس. هو يعني كيف كنقولوا الانسان ملي كياخذ واحد يعني كتاجر هو ديال هذا القطاني يعني بغي يربح في دقه يعني كيدير هذه القضيه هذه العدس مخلط ويبيعوا بثمن ديال العدس ديال المغرب لان العدس ديال كندا طايح في الثمن وديال المغرب مرتفع في الثمن يعني كيخلطوا وكيبيعوا للزبائن. الان رجال السلطه وكذلك الجهات المختصه والناس ديال لونسا حاضرين بعين المكان وتم حجز جوج طون ديال العدس من هاد هاو كتشاهدوا معنا في الصوره هاد العدس حجز جوج طون اللي هي كانت معده باش تباع للناس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إذا المشاهدين الكرام كتشوفوا معنا لا زالت العملية مستمرة من أجل إتلاف هذا العدس هذا اللي تم الحجز ديالو على أنه غير صالح لأن السيد كان كيخلط العدس وشفنا العدس بأنه كنشوفوا الأرض غير مشتتة هنا يعني شوفوا الحالة ديال العدس كيفاش داير يعني السيد هذا كان حاط واحد جوج ديال الطون يعني حتى من الحشرات كلشي هاد الخناشي مفرقعين من الجناب يعني وغادي يتباع للمواطنين رغم هادشي غيتباع للمواطن يعني الخيشه شوفوا كيفاش دايره مفرقعه من الجناب يدخل المكازا وغيعاود يتباع. لا حول ولا قوة الا بالله. الحالة ديالها كتحلق مع كتباع بثمن ديال 22 درهم. إذا المشاهدين والمشاهدات كاطرون سيس إلى هنا نغنوا معكم هذا البث المباشر ونعود في بث مباشر آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.